تجعل منبر رسول الله لسب أبي الحسنين، لسب صهر رسول الله، لسب الإمام العظيم الكريم العادل المقسط الوفي للإسلام، ابن الإسلام الذي لم يعرف من يومه إلا التوحيد وإلا الإسلام. أول صبي أسلم، أسلم صبيا دون البلوغ، الإمام علي لم يزد لصنم قط، لم يتحس قطرة خمر. وأما معاوية فكان يشرب الخمر حتى وهو خليفة. انتبهوا، ستقشعر أبدانكم، لكن لابد أن أقول الحقائق حتى تتكلم الناس بعلم. قال الإمام أحمد رضوان الله عليه: إذا سكت الجاهل بجهل، لأنه الجاهل ما بتكلم، جاهل، وسكت العالم تقية، خايف، خايف الناس بهدلوه يتهموه بأنه، فكيف يتبين الحق؟ ما في تقية في العلم، على الأقل أنا هكذا من سنتي وكذا وطريقتي، ما في عندي تقية في العلم. يغضب من يغضب، يرضى من يرضى، أكثر شيء تناقش، تعال ناقش، سب في ظهري خلاص، تحكم إيه؟ أو أحكم في حسناتك إن شاء الله، لكن في علم، في نقاش يا حبيبي. وقد روى الإمام أحمد أيها الإخوة، وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمة الله عليه: حديث حسن. عن عبد الله بن بريدة الصحابي قال: دخلت أنا وأبي على معاوية بن أبي سفيان، أي في دمشق، فأجلسنا على الفرش، ثم أتينا بالطعام فأصبنا منه، أو قال أكلنا، ثم أتينا بالشراب بالخمر فشرب معاوية، وناول أبي فقال، أي أبوه: ما شربته منذ حرمه رسول الله. قال: لا أشرب هذا، يشرب عادي، ما عنده مشكلة يشرب. الرجل الإيمان في قلبه ضعيف جدا جدا، حتشوفوا الآن بقية الخطبة كيف غير الشريعة، كيف غير الدين هذا الرجل. مش فقط الحكم الاستبدادي، الملك العضول، الشريعة والدين تغير يا أخي في زمان معاوية. وقال لك ليه معاوية؟ صحابي جليل، كأنه صحابي معصوم. إيه يعني صحابي جليل؟ صحابي جليل لا يكون جليلاً إلا بالاستقامة. إذا عايرنا على الكتاب والسنة، على الدين يا حبيب، ما في عصمة لأحد، ها؟ ما في عصمة لأحد. روى أبو داود والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، ارجعوا إليه. ورواه صاحب سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير النبلاء، أن المقدام ابن معدي كرب، المقدام ابن معدي كرب، وابن الأسود عمر ابن الأسود، ورجل من أسد قبيلة أسد له صحبة صحابي، قدموا ثلاثتهم على معاوية في الشام، فقال معاوية المقدام ابن معدي كرب: توفي الحسن ابن علي عليهما السلام. وأنتم تعلمون كيف توفي الحسن طبعا. معاوية كان كتب كتابا، لأن الحسن هو الخليفة، كان بعد أبيه ستة أشهر هو الخليفة، الخليفة الراشد الخامس الحسن ابن علي، عمر بن العزيز الخليفة الراشد السادس، لكن نفس الشيء معركة أراد أن يقاتله، وأن يقاتل أهل العراق ومن معهم بجيوش أهل الشام بمن فيهم معاوية مرة أخرى، وأن يموت مئات الألوف أي أن يبقى هو الخليفة. فالحسن قال: لا، لا أريد الخلافة، سأحقن دماء المسلمين. وستعلمون أنه حقن أعراضهم، لأن معاوية هتاك أعراض، سأذكر هذا الآن بالدليل، كوارث كوارث، لكن بشروط. في رأس هذه الشروط أن يجعل معاوية الخلافة بعده لمن؟ للحسن أبي محمد عليه السلام، ابن علي ابن فاطمة الزهراء عليهم السلام أجمعين. فإذا بالحسن ما شاء الله وقد اقترب الموعد، يقتل بالسم تسمه زوجته الملعونة جعدة بنت الأشعث بن قيس لعنة الله عليها. من الذي دفع لها؟ من الذي وعدها؟ وبماذا وعدها؟ اقرأوا التاريخ. وعلى فكرة مش الحسن، وعبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد مات مسموما، والأشتر في مصر مات مسموما، وكله إيه؟ بالسم. أسلوب جديد في الاغتيال، أول من شرع الاغتيال السياسي في الإسلام معاوية بن أبي سفيان. اقرأوا التاريخ تعلموا. فمعاوية فرحان، مات الحسن، الحسن. فقال المقدام: توفي الحسن. فقال المقدام: إنا لله وإنا إليه راجعون. زعل الرجل، استرجع، مصيبة. فقال معاوية: أتراها مصيبة؟ زعلان أنت يعني؟ شايفها مصيبة؟ طبعا مصيبة يا معاوية، أقسم بالله حياتك مصيبة وموتك نعمة، وحياة الحسن نعمة وموته من أكبر المصائب، ندين الله بهذا، نعيش ونموت عليه يا أخي. قال: شايفها مصيبة أنت؟ أتراها مصيبة؟ قال له: كيف لا أراها؟ المقدام بن معدي كرب الصحابي الجليل، كيف لا أراها مصيبة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يضع الحسن في حجره ويقول حسن مني وحسين من علي. حسن مني أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا، شكله جسمه صدره كله مثل النبي. ابنه، إن ابني هذا سيد، سيد وسيد شهداء وشباب أهل الجنة مع أخيه الحسين عليهم السلام. اللهم شفعهما فينا واحشرنا في زمرتهم بحق لا إله إلا الله. هذا هو. قال له كيف مش مصيبة؟ مصيبة طبعا. فراح بعدين إيه معاوية، التفت معاوية إيه الأسدي الصحابي، هذا الصحابي من بني أسد، قال له فما تقول أنت يا أسدي؟ قال جمرة أطفئت. نافق هذا، نافق معاوية. قال له جمرة انطفأت، مع السلامة، جمرة أطفئت. فقام المقدام، المقدام غضبان من الوضع كله، فقال المقدام رضي الله عنه وأرضاه، انتبهوا الحديث أبو داود صححه الشيخ الألباني، أقول هذا لإخواننا من السلفيين تعلموا يقرأوا بس مش يسبوا بس، صححه الألباني في صحيح أبي داود مطبوع في الخليج العربي. قال المقدام أنشدك بالله أو أنشدك الله يا معاوية، سألتك بالله، قال له سألتك بالله، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ينهى عن لبس الذهب والحرير وعن جلود السباع والركوب عليها؟ قال له اللهم بلى سمعته. قال فإني أشهد الله أني رأيت هذا كله في بيتك. تلبس الحرير ما شاء الله أنت ورجالك وخدمك، الرجال الذكور والذهب، وبتجلس على جلود السباع تحادون الله ورسوله في شرعه بشكل واضح فاقع. قال له يا معاوية، أنا قال له أنا أشهد عليك بالله أني هذا شفته بعيني كله في بيتك، في قصرك، القصر العظيم، قصر الخضراء الذي استثار حمية أبي ذر. قال له يا معاوية من أين لك هذا؟ ملايين هذا، الناس مش هكذا تأكل، بتقطع في أيديهم أنتوا بس بتطبيق الشريعة. إن بنيته من مالك فهو إسراف، الله لا يحب المسرفين، وإن بنيته من أموال المسلمين فهي خيانة ولعنة الله على الخائنين. قال إيه حيجنن هذا اللي اسمه أبو ذر. بعث لسيدنا عثمان قال له هذا جنني خذه عندك، أخذوه. قال له يا أبو ذر أحسن شيء روح في الربذة في الصحراء ضل غير لما تموت. قال له خلاص بروح، أنت أميري. واستجاب لعثمان وروح مسكين منفيا، عاش وحده ومات وحده، يقول عليه السلام ويبعث يوم القيامة أبو ذر أمة وحده، لأنه كان قوالا بالحق، لا بجامل لا معاوية كما نجامل نحن مشايخ اليوم، بنفق التاريخ، بنفق الجثث في القبور. شيء عجيب يا أخي، أبو ذر لا ينافق. قال له أنت يا خاين يا مسرف، واحد منهن. وطبعا واضح أنه هذا كانت في خيانة، من وين الأموال؟ من وين جابها حبيبي؟ هذا مجرد والي كان عنده مرتب، وبعدين ما شاء الله انبعق في الدنيا. سوف نرى من وين جابها، الآن سوف ترون على ألسنة مؤرخي بني أمية ابن عساكر وابن كثير. مش هتحدث عن الطبري لأنه مش من أولياء بني أمية الطبري، أبو جعفر ابن جرير، لكن الأمويين مثل ابن كثير وابن عساكر رضي الله عنهما. حنشوف من أين أتى معاوية بهذه الأموال الطائلة الملايين المملينة. تخيل، فقال معاوية للمقدام قد علمت أني لا أنجو منك اليوم. قال له بعرف كمان، إلا تنكد علي وتحكي الحق. قال له بعرف. بعدين معاوية كان يستحل الربا الذي حرمه رسول الله، ربا الفضل، يبيع الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، بغير الشروط، ربا الفضل، وحرمه الصحابة، كان يستحله ويأخذ به عادي. وفي صحيح مسلم أن عبادة ابن الصامت نازعه في هذا وهجره وخاصمه. كيف؟ قال له تستحل الربا يا معاوية. قال له إيش بتسوي أنت قاعد هذا؟ قال له هيك ربح نربح، عندي حلال. قال له عندي حلال إيه عادي، ما في محمد حرمه أنا بستحل ما عنديش مشكلة. وأنكر الحديث، ومش عبادة، عشرات الصحابة يرون هذا الحديث عن رسول الله. قال ما هذا لا سمعنا به ولا إيه نعرفه بكل بساطة. لذلك نقل الإمام عبد الله بن وهب الإمام الملك الجليل عن شيخه أو أستاذ الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه، الإمام مالك الإمام الرابع في الإسلام. ماذا قال مالك؟ الإمام مالك تحدث عن الأرض التي يفعل فيها السوء والعياذ بالله، المحرمات، ويجاهر فيها بفعل محرم، أنها تترك وتعتزل ويتنحى عنها، هاجر. قال ابن وهب واستدل الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه بصنيع أبي الدرداء لما هجر بلاد معاوية حين عمل بالربا. مالك يعرف هذا، الأمة تعرف هذا، مش فقط اليوم مسلم في صحيحه، قبل مسلم الإمام مالك يعرف هذا. معاوية كان يتعامل بالربا،
لذلك الصحابة غضبوا جدا منهم، عبادة بن الصامت وأبو الدرداء، قالوا لا لا لا, لا لن أساكنك، والله قال له يا معاوية لا أساكنك في أرض أبدا. تخبر الربا؟ قال له الربا الذي حرم رسول الله عند الإمام أحمد وإسناده قابل للتحسين، وبعضهم حسنه. معاوية كان يتاجر بالخمور وأصنام الهندوس والبوذيين، قطارات، قال لك قوافل كبيرة، يتاجر يربح، تاجر في الأصنام المحرمة وفي الخمور تربح. يعتقد أن عبادة أو أبا الدرداء حين رأى هذه الخمور جنة، قال إيش هذا؟ قال له معاوية، فأخذ سكينا فبقرها كلها، مزع مزع مزع، قال إيش هذا؟ إيش معقول هذا في أرض الإسلام، هذا في بلاد الإسلام؟ طيب بلاش. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رضوان الله تعالى عليه في البداية والنهاية، يقول وكانت الدية، دية المعاهد، يقال معاهد ومعاهد، دية المعاهد على زمن الخلفاء الراشدين في الزمن كله قبل معاوية كانت على السواء مع دية المسلم، دية المعاهد مثل دية المسلم. قال ابن كثير فجعلها، ابن كثير، ابن كثير مؤرخ أموي يحب بني أمية جدا جدا، وحاول أن يلتمس له المعاذير ويدافع عنهم، انتبهوا، يعني غير متهم، مش الطبريها، انتبهوا، ابن كثير رحمة الله عليه. يقول ابن كثير فجعلها معاوية على النصف من دية المسلم، وأخذ النصف له. تفضل. فلوس. ما تعجبوش اليوم حسني مبارك والقذافي وزي العابدين، وبعدين البقية نفس الشيء من زمان، معاوية فعل هذا في البداية. بلاش. نأتي إلى ابن كثير كرة أخرى وابن عساكر وسائر المؤرخين. معاوية يخالف الله ورسوله، يخالف الله ورسوله في قسمة الغنائم، غنائم الحرب. القسمة معروفة، قسمة التخميس، قسمة التخميس، أربعة أخماس للجند وخمس يخمس مرة أخرى على ما في سورة الفرقان، معروف هذا، والأمة طبق واحد على هذه السنة والطريقة والخطة. جاء معاوية وكسر هذه الخطة الإلهية المصطفوية. إيش عمل؟ أمر بأن يستصفى له الذهب والفضة قبل ما توزع الغنائم، وين في ذهب وفضة وأشياء كريمة تؤخذ، فجعلها لنفسه، وبعدين قال وزعوا خمس وعد. الله أكبر يا أخي، من أين لك هذا يا معاوية؟ إيش التصرفات هذه؟ علشان هيك كون الملايين، ملايين عنده. هذا يقول ابن كثير وابن عساكر مؤرخان أيها الإخوة من أولياء بني أمية. الصفي اسمه، هذا الصفي احفظوه، اسمه الصفي، يستخلص يعني، يستصفى يعني يستخلص، طلع كل قطعة ذهب وفضة، هذه تجعل في حصة معاوية، هيك سنة معاوية أموية، خلافاً لما سن الله ورسوله والراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، طريقة معاوية. أكثر من هيك، أكثر من هيك وأسوأ من هيك، وهذا أغضب الصحابة جداً، في واحد مجرم اسمه زياد ابن أبيه، أنا أقول لعنة الله عليه، لعنة الله على زياد وعلى ابن زياد، قتلت المؤمنين والصلحاء، ابنه هو الذي في وقته قتل الحسين أبو عبد الله، أما هو فالآن يأتيكم طرف منه، واسمه زياد ابن أبي، وكان يسمى أيضاً زياد ابن سمية لأنه أم سمية، بس من أبوه الله أعلم. فجاء معاوية بشهود، كارثة، هذا أغضب الصحابة جداً والتابعين، جاء بشهود يشهدون أن أبا سفيان زنى بسمية، يشهد على أبيه بالزنا، طبعاً من الواضح المقارنة أبو سفيان زنى بها هذا، لكن تشهد على أبيك والرجل ميت وأسلم، زنى بها، لماذا؟ طيب زنى بها يا سيدي، فقال لك بصير زياد ابن أبي سفيان، لا ما بصيرش، لأن الأمة مجمعة على أن الولد للفراش أي الشرعي، إذا في عقد شرعي تخلقت نطفة تكون فعلا لصاحب الفراش شرعي يعني، وللعاهر الحجر، وهذا حديث صحيح، الأمة أجمعت على حكمه، الزاني ما له ولد بالحجر يرجم ما له. فجاء معاوية وقال لا، هذا زياد ابن أبي سفيان وهو أخي. غضبت الأمة جدا، إيش اللعب بالدين هذا؟ تستلحق زيادا ضد شرع الله يا أخي، لا يجوز. وكانت أم المؤمنين أخت معاوية، أم حبيبة رضوان الله تعالى عليها، زوجة الرسول، لا تعتد به أخا، تقول لا مش أخي، بل كلام فارغ، شو هذا ابن زنا هذا، حتى لو أبوه زنا فأمه، بس ابن زنا هذا، النبي قال والعاهر حجر، ما في نسب، ما في نسب يثبته الزنا والعياذ بالله، كأنك بتساعد الناس على الزنا، معناها يثبت النسب على الأقل، لا ما في نسب يثبته الزنا. وكانت تحتجب منه،
تحتجب، يقول مش أخوي هذا، ما بعترف به، بس معاوية جعله أخاه. تعرفوا لماذا؟ لأنه وطد له الأمور، بهدل له الدنيا، ذبح الأمة من أجل ملك معاوية. هذا زياد كان وين على البصرة، والبصرة كانت هواها إيش؟ أموي طبعاً، وكان فيها فساد رهيب، والكوفة هواها إيه؟ علوي شيعي. فجمع له الكوفة، قال له خذ الكوفة كمان معاك، أخذها، طلع على المنبر أول يوم، أيها الناس، فقاموا ناس من شيعة علي، بلا ناس بكذا، حصبوه بالحجارة، اسكت قالوا له، بسب علي، أول ما تكلموا سبون علياً، علي كذا وكذا، فحصبوه بالحجارة، فأمر حرسه أن يسدوا أبواب المسجد، وقبض عليهم، قيل كانوا بين 30 و80، مش 3 و4، وقطعت أيديهم، مباشرة، لا في محكمة ولا قضاء ولا محاماة ولا استئناف، أمر إداري من حاكم ظالم، اقطعوا أيديهم. يا أخي كيف عرفت؟ وين الشهود؟ وين الإثبات؟ ما بنعرف، ممكن بعضهم ظليم، ممكن 2 3، وحتى وإن حصبوك تقطع أيديهم؟ أين هذا في شرع الله يا أخي؟ أين هذا؟ وهذا الأمر لم يحرك شعر في جفن معاوية، عادي قال، ما في مشكلة. مرة المرات هذا اللعين هذا زياد ابن إيه؟ ابن أبيه، ابن سمية، يسب علي على المنبر، وأخر الخطبة، أخر أخر أخر، حيدخل وقت العصر، فقام له حجر ابن عدي، هذا اسمه راهب أصحاب محمد، صحابي، راهب أصحاب محمد، من خيرة الصحابة الأجلاء، العباد الأتقياء العرفاء، وحصبه بالحجارة، وقال الوقت لا ينتظرك، وبتسب عليه كمان كذا، خلاص، أخذ هو جماعة 12 مع 12 من أصحابه، وحملوا إلى معاوية، وبدأت الأمة تسمع حجر حجر، وكتبت عائشة أم المؤمنين رضوان الله عليها، كتبت لمعاوية أنه لا، خلي عن حجر وأصحاب حجر، إياك انتبه، هذا حجر، إنسان عظيم كان، محبوب عند الناس، مؤمن تقي عالم عابد قارئ، ولا هي لم يأبه بها، لم يأبه بها، وجابوا مع جماعته وقال للجلادين، قولوا له إيش رسالتي، فقالوا له نحن أمرنا أن نخيرك، إن سببت عليا ولعنته وتبرعت منه سرحناك، وإلا قتلناك. فقال هو أصحابه لسنا بفاعلي ذلك، حاشا لله، نسب عليا ونخش في جنب، ما بدنا، من عندهم رخصة شرعية، مكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني، لكن لا. وقال حجر ما كنت لأقول ما يسخط الرب تعالى، الله يسخط على من يسب عليا، لا أسب عليا، قال أسب علي أنا، الإمام الزاهد الورع اللي عاش ومات زاهدا ورعا من أجل بني أمية اللي أكلوا الأمة وذبحوها، قال لا لا أفعل. فقتلوا، قاتل 7 منهم ومنهم حجر، قال حجر لا تفكوا عني قيدا ولا تغسلوا عني دما، فإني أبعث يوم القيامة مخاصما لمعاوية. خلوني كمان هيك خاصم عند رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم عظيم مهيب أيها الإخوة. وخلى واحد منهم عبد الرحمن بن حسان وأرسله إلى زياد وقال له اقتله شر قتلة، فدفنه حيا. بنو أمية ما شاء الله عليهم، بنو أمية رضي الله عنهم وأرضاهم، فتحوا الفتوحات وكذا، لسه لا، نحن في البداية للأسف الشديد، لم نقل شيئا، لم نقل شيئا. والتقت عائشة مرة بمعاوية، قالت له ما فعلت بحجر يا معاوية؟ أما خشيت الله في حجر ابن عدي تقتله؟ فقال دعيني يا أماه أختصم أنا وحجر عند رب العالمين. فقال واليه زياد الحارثي، كان واليا لمعاوية على خراسان حين سمع كلام عائشة، قال اللهم إن كان لزياد عندك خير فاقبضه وعجل. قال ما بدي أظل والي لمعاوية، هذا المجرم، هذا مصيبة، هذا جاب لنا المصائب، قال هذا قتل أولياء الله. معاوية يبعث صحابيا، وهذا صحابي طبعا، والذي قتل عمار بن ياسر مين هو؟ صحابي. انتبه عشان تقول الصحابة، الصحابة كلهم معظمون مقدسون، لا يا أخي، الذي قتل عمار بن ياسر صحابي اسمه أبو الغادية الجهني، هذا كان يتحرج أن يشرب الماء في إناء مفضض بالفضة، قال يعني ورع ما شاء الله، وجاء وقتل عمارا، والنبي قال تقتله الفئة الباغية، وصح عن رسول الله، رواه الطبراني وغيره، وصححه الشيخ الألباني في الجامع الصغير، في صحيح الجامع الصغير، عودوا إليه، النبي قال قاتلوا عمار وسالبه في النار. طبعا عمار داعي إلى الجنة وأعداؤه دعاء إلى جهنم، النبي قال، معاوية جماعته، معاوية رأس هؤلاء الدعاء إلى النار. أبو الغادية قتله، الصحابي هذا قتل عمارا، وكان بعد ذلك إذا استأذن على معاوية ورجال بني أمية يقول
أبو الغادي يقاتل عمار. أهلا وسهلا، تفضل تفضل تفضل. شوف شوف العجائب في تاريخك. يستأذن، يذكر ممادحه، يذكر فضيلته العظمى، أبو الغادي يقاتل عمار. طيب يا سيدي، خلي بني أمية يعطوك شوية فلوس، وعطوك فلوس رحت أنت وياهم، لكن النبي قال قاتلوا عمار وسالبه في النار، كلاهما في النار يا أبا الغادية. ومعاوية يبعث صحابيا آخر ما شاء الله اسمه بسر ابن أبي أرطعة، يبعثه ليستخلص له الحجاز من الإمام علي وولاته واليمن، وكانت أيضا في ولاية إيش الإمام علي. فيأتي إلى اليمن ويبحث عن والي علي على اليمن وهو عبيد الله ابن عباس، ليس ثمت، مش موجود، خائف الرجل، جنده قلة. فيأتي إلى بيته فيجد ولدين له صغيرين، واحد 5 سنين وواحد 6 سنين وشوية، فيذبحهما الصحابي بصر بالسكين أمام أمهما. هذا القذافي برابرة برابرة، قذافي مش أول واحد، هذا آخر واحد الآن موجود وليس الآخر، هذا من الآن من المتأخرين والعياذ بالله، لكن الأول هي معاوية وجماعة معاوية. يذبح الطفلين أمام أمهما، يقول كل المؤرخين ابن كثير والطبري وابن الأثير قال فذهب عقلها وظلت مجنونة. انجنت انجنت، صحابي يا أخي، صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، يا حبيبي يا حبيبي، صحابي جليل. ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه. وبعد ذلك لا يكتفي بهذا، يبعثه معاوية إلى همدان، اذهب إلى همدان بلدة مشهورة جدا، اذهب إليها، وكانت أيضا تحت ولاية الإمام علي، لو ما كله كانت مع علي، استخلصها لي. تعرفون ماذا فعل؟ بعد أن وضع السيف في الناس وفعل ما فعل، سبى المسلمات. قال الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب، قال وكانت أول مرة في تاريخ الإسلام يسبي فيها المسلمون المسلمات، مسلمة تأخذ سبية جارية وتنكح بملك اليمين وتباع كجارية حرة، وكانت تباع على حسب إيه؟ ضخامة عظم إيه ساقها، يكشف عنها عن الحرة. والله شيء لا يصدق، أقسم بالله. قلت لكم حين تقرؤون والله تجنون، اقرأوا وتعلموا، اقرأوا الأحاديث والتواريخ، مش بس التواريخ الضعيف، اقرأ الأحاديث الصحيحة، كتب الصحاح والأحاديث الصحيحة، لكي تعلم تاريخك، لكي ترى من أين بدأت المشكلة، لكي نحاول أن نتخفف من هذه العقلية المجرثمة المسممة، عقلية تقديس المدنسين مش المقدسين، ونبدأ ننتقد بحرية، نتكلم بحرية، ويبدأ يتمحض ولاؤنا للمبادئ، لمبادئ الكتاب والسنة ليس للأشخاص.